شرفتمونا اليوم بحضوركم بصحبة معالي النقيب الجليل الأستاذ سامح عاشور، وهذا اليوم بالنسبة لنا يوم مضيء لا يتكرر في العام إلا مرة، وهذه المرة يأتي مع مقدم عام جديد ومناسبة أعياد إخوة أشقاء. منذ نشأته وقد انحاز للطبقة الفقيرة، وقد انحاز للدفاع عن حقوق الضعفاء، منذ نشأته وقد انحاز للقضايا القومية، وقد دفع ثمن ذلك، فقد تم اعتقاله في اعتقالات سبتمبر دفاعا عن الرأي ودفاعا عن الوطن ضد معاهدة السلام. بصماته واضحة، أتعاب المحاماة كانت هزيلة، بصماته واضحة. في مشكلة طنطا نادى القضاة الأجلاء بتدخله لحل الأزمة، بصماته واضحة. في الدستور وضع المحاماة بابا وبند رئيسيا في الدستور، بصماته واضحة. قاد ثورة التصحيح داخل نقابة المحامين، بصماته واضحة. دخل عش الدبابير بنقابة المحامين ومعه جنود أشاوس أعضاء مجلس النقابة العامة، تحملوا وتحمل قبلهم تلك المسؤولية العظيمة. إنه أستاذنا بفخر بحق بصدق نقيبنا الجليل الأستاذ سامح عاشور، حللتم أهلا ونزلتم سهلا، قدمه لكم ليطرح عليكم ما تم وما سيتم، الخطط المستقبلية، أهم الخطوات التي يتعلق بها مسارنا. الطريق صعب، تحقق الكثير، وهناك أيضا الكثير قادم بخير بإذن الله. الأستاذ سامح عاشور، قدمه لحضراتكم.